صباح الخير، صباح النور، صباح نشاط الحيوية والطاقة الإيجابية. أحبابي كي دايرين؟ عيد مبارك سعيد عليكم كاملين من مشرق المغرب وخارج أرض الوطن وداخل أرض الوطن. كنبلغ لكم سلام كبير وتحية كبيرة، وإن شاء الله تعيدوا وتعاودوا وتكونوا مع أحبابكم ووليداتكم والأحباب ديالكم وتكونوا في قمة الفرحة إن شاء الله. عيد ديال الفرحة بطبيعة الحال وعيد تقرب من الله سبحانه وتعالى وعيد الصدقة. نوصيكم صدقوا صدقوا ما أمكنكم، لأنه لا ينال الله سبحانه وتعالى لا منها لا دماؤها ولا لحومها، ولكن يناله البر منها والتقوى. الانسان يتقي الله ويصدق ويفرح احبابه اللي دايرين به وليداته وياكل بالمعروف، لانه كنعرفوا انه العصر ديالنا عصر ديال كثره الامراض المزمنه وعصر ديال الكوليسترول ديال السكر ديال طونسيون ديال امراض القلب والشرايين. لهذا الانسان يتكيس على راسه في تناول اللحم، سورتو اللحم ديال الغنم، ياخذ بالكميه الكافيه وياكل معاه اون باراليل، يعني ياكل بشكل متوازي معاه، ياخذ الخضار، ياخذ الحوايج اللي هي مفيده ان شاء الله، ولهنا يضركم صحتكم وتمتعوا ان شاء الله مع وليداتكم. وبعدوا على المقالي قدر الامكان وخذوا توسكي مبخر، توسكي مشوي، هذا راه حوايج صحيه لكم ان شاء الله ولوليداتكم. تمتعوا ليا مع راساتكم، عمروا بريدات ديال الاتاي، جلسوا على الطبيله، جمعوا وتبادلوا اطراف الحديث. كنتمنى لكم ان تري بون جورني، نهاركم مبروك، صباحكم مبروك، عيدكم مبروك، عيد مبارك سعيد عليكم وعلى الامه الاسلاميه اجمعين. لهلا خطيكم عليا وخلاص، سبيسيالمون بور لي فان ديالي كاملين وبور المتابعين ديالي، جزاكم الله خير وادخل عليكم هذا العيد بالفرح والمسرات والمغفره والتواب ان شاء الله، وجعلكم قره اعين لاهلكم يا رب العالمين فين ما كنتوا. والله يرحم موتانا وموتى المسلمين اجمعين اللي ما وفقهمش الله سبحانه وتعالى يحضروا معنا في هذا العيد هذا، ان شاء الله عيدهم في الجنه. رحم الله كل ميت فقدناه وترك مكانا كبيرا بيننا، الله يرحمهم أجمعين، والله يرحمنا ويغفر لنا إذا سرنا إلى النصر وإليه، ويرسل لنا من يدعو لنا بظهر الغيب. الله يحفظكم أحبابي، نهاركم مبروك، عيدكم مبروك، تلاو ليا فروسكم، نتلقى إن شاء الله فيديو جديد عن مقاري. وعد عالي يا طلع